بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد حا، وحدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة افتتح به المصنف رحمه الله كتاب الضحايا، وقد سبق الكلام عن الأضاحي وأهميتها وفضلها ووجوب العناية والاهتمام بها من كل أحد من المسلمين إذا كان يقدر على ذلك. وستأتي في الأحاديث التالية أوصاف الأضاحي وشروطها. وقلنا في الدرس الماضي إن الأضاحي فيها إحياء لسنة خليل الله إبراهيم عليه السلام، عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فاستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وعرض الأمر على ابنه إسماعيل، فوافق إسماعيل على ذلك، وقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فقام إبراهيم عليه السلام وأضجع ابنه وأخذ السكين ليذبحه استجابة لما رآه في المنام. وقلنا إن رؤيا الأنبياء ليست كرؤيا غيرهم من البشر، فهي نوع من الوحي الذي يوحي الله به إلى أنبيائه، وقد كان هذا الأمر يوحى به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما أراد هم إبراهيم بذبح ابنه، ناداه الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه وألا يذبح ابنه، وافتدى إسماعيل عليه السلام من الذبح بذبح، أي بكبش عظيم يذبحه إبراهيم عليه السلام. فهذه التضحية التي يضحي بها المسلمون في هذا الموسم العظيم، موسم الحج، هي إحياء لسنة خليل الله إبراهيم عليه السلام، واتباع لهذا الشرع الذي سنه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. هذه الأضحية بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أهميتها وعظم شأنها، كما أسلفنا في الدرس الماضي، فإن فيها نفعاً وعطفاً ورفقاً بالفقراء المحتاجين، وفيها شكر لله سبحانه وتعالى، وفيها امتثال لأمره وابتغاء للأجر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى
ورتبه على هذا العمل العظيم في هذا اليوم العظيم. الأضحية، الذبح، أعظم شيء في باب الأجر يفعله الإنسان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في يوم النحر، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما قلنا في الدرس الماضي، إن الأضحية أفضل، التضحية يعني ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. وهذا فيه لفتة عظيمة أيها الإخوة، هي أن استعمال المقاييس العقلية في أمور العبادات وفيما شرعه الله سبحانه وتعالى قد يفسد على الإنسان المسلم علاقته بربه، وقد يضيع الحكمة من العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ربنا في كتابه الكريم يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذي يعرض عن هذا ويرى أن التصدق بثمنها أفضل من الذبح نظرا لما يراه من كثرة الأضاحي واكتفاء الناس في هذا اليوم بما يجدونه من اللحوم، لحوم الأضاحي والهدايا، هذا بلا شك أنه مجانب لهدي الشرع. فالقضية إذن اتباع لهدي الشرع أولا وآخرا، وهي من باب شكر الله تبارك وتعالى على نعمه. وإن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبده بنعمة أحب أن يرى أثر ذلك عليه، ومن آثار هذه من آثار ذلك أن يشكر الله سبحانه وتعالى. فشكر الله في مثل هذه الحال بالتضحية، الأضحية في هذا اليوم. ولذلك وردت أحاديث كثيرة رأى العلماء أنها تقرب الأضحية من الوجوب، وإن كان جمهور العلماء يرون أنها ليست واجبة، لكن الأحاديث التي وردت في الأضحية التي ورد الأمر فيها بالتضحية تدل على أهمية شأنها، وأنها تكاد أن ترتقي إلى مرحلة الوجوب، أنه يجب على الإنسان المسلم أن يضحي. ولذلك في هذا الحديث: على كل أهل بيت أضحية في كل سنة. وعلى هنا تفيد الإلزام، يعني يلزمهم، معناها يلزمهم. وكذلك ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: من وجد طولا في هذا اليوم، في يوم الأضحى، فلم يذبح فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا دليل على عظم شأن الأضحية في هذا الدين في هذا اليوم. ولا شك أن فيها انتفاعا ظاهرا للمضحي نفسه بأن يأكل، وأن يأكل أهله، وأن يوسع عليهم بذلك، وأن يهدي منها، وأن يتصدق، فينتفع الفقراء بلحوم الضحايا. لكن هذا الحديث أيها الإخوة فيه إشكال عند العلماء، هو أن الأمر بالتضحية والإلزام بها اقترن بالعتيرة، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب وتسمى بالرجبية، تسمى بالرجبية. هذه الذبيحة كانت معروفة في الجاهلية، كان يذبحها أهل الجاهلية، وربما كانوا يعتاضون بها عن الأضحية التي تذبح في الحج. فهذا الحديث يدل على أنها مثل الأضحية، على أن العتيرة مثل الأضحية، لازمة لكل أهل بيت من المسلمين يجدون القدرة على ذلك. ولكن جاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن العتيرة: لا فرع ولا عتيرة.
والفرع هو ذبيحة تؤخذ من النتاج، عندما يكون عند الإنسان ماشية فتنتج يذبح منها شكرا لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر إذا كان من باب الإلزام فإنه ليس له دليل قوي في الشرع، وإن كان الإنسان إذا فعل الفرع هذا شكرا لله سبحانه وتعالى وابتغاء لما عنده لا شك أن هذا من القرب، وتدخل في باب مشروعية القرب، الباب العام في المشروعية، لكن كونها لازمة هو هذا الكلام. فلذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة. ومن هنا قال كثير من العلماء إن الأمر بالعتيرة منسوخ، لكن هذا النسخ هل يدل على تحريمها أو يدل على عدم وجوبها؟ كثير من العلماء يرون أنها غير منسوخة، منهي عنها كما جاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة، ولكن بعض العلماء يقولون النسخ جاء عن الوجوب فليست واجبة. من أراد أن يذبح لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت وأن يتصدق فهذا أمر عائد إليه، لكنه ليس بلازم. اللازم ما هو؟ الأضحية. والأضحية تلزم من؟ تلزم من كان قادرا عليها، تلزم من كان قادرا عليها. وكما قلنا في الدرس الماضي إن الأضحية تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، وأنها تجوز وتشرع عن الأحياء وعن الأموات، سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عياش بن عباس، حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. هذا الحديث فيه دلالة على أن يوم الأضحى جعله الله سبحانه وتعالى عيدا للمسلمين، وليس للمسلمين أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان للمسلمين في كل سنة. إذا كان لكل أمة، لكل فرقة، لكل جماعة عندهم أعياد، عيد الأم وعيد الحب وعيد ميلاد المسيح وعيد كذا وعيد كذا، هذا كله ليس من الإسلام في شيء. أعياد المسلمين هي في يوم الفطر وفي يوم الأضحى، وهي هذه الأعياد من مظاهر الشكر لله سبحانه وتعالى. فإن عيد الفطر فيه شكر لله سبحانه وتعالى على أن من على عباده بإكمال شهر الصوم، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد المسلم لإكمال الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. فيبتغى في هذا اليوم، في يوم عيد الفطر، الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهو في يوم فرح. الإنسان إذا أدى ما عليه لا بد أن يفرح بذلك. كذلك في يوم الأضحى، هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون قبله في عرفة للحج، اليوم المشهود الذي سماه الله سبحانه وتعالى يوم الحج الأكبر، ثم يأتي يوم النحر، هذا اليوم العظيم الذي يفرح فيه الحجاج
بالتحلل من أنساكهم، والذي يهدون فيه هذه الهدايا ويضحون فيه بهذه الأضاحي، يضحي المسلمون في الحج وفي يعني من كان حاجا ومن لم يكن حاجا. الأضحية مشروعة في حق الحاج وفي حق غير الحاج، فهو مظهر يجمع المسلمين جميعا في كل بقاع الأرض، يصلون صلاة العيد في يوم الفطر، ويصلون صلاة العيد في يوم الأضحى، ويذبحون الأضاحي في كل بقاع الدنيا ويفرحون بذلك، فهو مظهر شكر لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ليس اختراعا من النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. أمرت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر لأمته. إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الأمر يشمله ويشمل أمته معه، لأنه هو المبلغ، هو الرائد، هو القائد، فلا يمكن أن يقول لهم شيئاً ويخالفه إلا إذا دل دليل على أن هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأمور التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام قليلة جداً، وينص عليها، ما عداها الأمة تشاركه فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. فكونه أمر بذلك هذا يدل على أن هذا الأمر للأمة جميعاً في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي سائر الأعصار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم بين لهم الأضحية، فقال رجل من المسلمين: ما عنده أضحية يا رسول الله؟ عنده أنثى داجن في بيته، هذه منيحة، عندهم منيحة بمعنى أنهم يربونها في البيت، يستفيدون من لبنها ونحو وشعرها ونحو ذلك، فهل يذبحها؟ هل يضحي بها؟ هذا الدين كله رحمة، هذا الدين كله مراعاة لفطرة البشر، لفطر البشر وحاجاتهم. ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح هذه المنيحة التي هي في بيته له ولأولاده ولأهله حتى يضحي بها، نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، لأن لها فائدة أخرى وهو لا يملك غيرها. هو جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام في أن يذبح هذه المنيحة التي عندهم في بيته، وعادة ما تكون هذه التي في البيت يختص أهل البيت بها ويطعمونها ربما من بعض طعامهم ويعتنون بشأنها طلباً لفائدتها، فائدة لبنها وصوفها ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذبحها، لكن ماذا يصنع هذا المسكين؟ هذا المسكين الذي لا يملك ذبيحة أخرى يضحي بها ويريد أن يشرك المسلمين في الأجر والخير، النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمسك شعره، أن يقص، إذا قص شعره وأظفاره استتم له الأجر، شارك المسلمين في ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الشريعة التي أوجبت على المسلمين أصحاب الأموال، أوجبت عليهم الزكاة لأن لديهم أموالا يزكون منها. هل حرم الفقراء من الفضل والأجر لأنهم لا يجدون ما ينفقون؟ لا، لهم أبواب أخرى من الأجر، وإذا صحت نية الإنسان المسلم على فعل الخير، إذا لم يكن قادرا عليه لكن صحت عزيمته عليه أنه لو كان يقدر عليه لفعله، أو أنه متى ما تمكن منه فعله، كتب له الأجر بهذه النية. الرجل الذي يقول: لو أن لي مالا مثل مال فلان فأتصدق كما يتصدق، قال: هما في الأجر سواء. وإن كان هذا الحديث فيه مقال، لكن معناه
تشهد له أدلة الشرع وقواعده. أن الإنسان المسلم نيته خير من عمله، النية الصالحة الصادقة لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه إذا قص شعره وقلم أظفاره في يوم العيد استتم له أجره، لأنه لا يجد. والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقون، قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فالله سبحانه وتعالى من رحمته لا يكلف نفساً إلا ما آتاها، ولكنه لا يحرم الإنسان المسلم الذي لا يجد أو العاجز أو المريض، لا يحرمه من الأجر. وقد جاء في الحديث أيضاً: إذا مرض العبد أو سافر. الإنسان في حال المرض يعجز عن كثير من الأمور التي يتقرب بها إلى الله في أمور العبادة، الصيام والصدقة والقيام. إذا مرض العبد أو سافر، وكذلك الإنسان مسافر، عناء السفر ومشقته تحرمه من أمور كثيرة كان يعتادها في غير سفره. قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحاً ومقيماً، كتب له. لكن بماذا يكتب له؟ بالنية الصالحة. الإنسان بنيته الصالحة يكتب له عمله، يكتب له عمله، أجر عمله الصالح بإذن الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يدلنا على أن الله تفضل علينا بهذا العيد، عيد الأضحى، بأن جعله، أمرنا أن نجعله عيداً. أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وأمرنا نحن الأمة أن يكون هذا اليوم يوم عيد. وكذلك بيّن حكم الأضحية، وأن من لم يجد إلا حاجته الخاصة ومنيحته الخاصة أنه لا تجب عليه الأضحية، حتى ولو سخت نفسه بأن يذبحها، لأن هذه تتعلق بها مصلحة الأولاد والأهل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذبحها. باب الأضحية عن الميت. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: رأيت علياً يضحي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة ظاهره يدل على التضحية عن الميت، وهذا سيأتي في أدلة أخرى. لكن هذا الحديث بخصوصه العلماء قالوا إنه حديث ضعيف، فيه وجوه عديدة من الضعف. أول هذه الوجوه أن شريكاً هذا هو شريك ابن عبد الله القاضي، هذا ضعيف من جهة حفظه، وكان كثير الوهم فلا يعتد بروايته، هذا شريك. وأما أبو الحسناء فهو شيخ مجهول، ومعنى مجهول أنه مجهول العدالة، وهذا دليل على أنه ضعيف. والعلماء يشترطون لصحة الحديث أن يكون الراوي معلوم العدالة، وهذا مجهول، مجهول هذا أبو الحسناء. وأما حنش فهذا حنش الكناني الصنعاني، هذا ضعيف أيضا، ضعيف هذا، لأن له روايات يخالف فيها الثقات، ويأتي بأشياء يخالف فيها الرواة الثقات، وهذا دليل على اطراح روايته عند العلماء. هؤلاء الثلاثة كلهم ضعاف،
فروايتهم هذه في أمر كهذا، هذا الأمر يثبت جواز التضحية عن الميت، فلذلك لا بد له من دليل. هذه مسألة حكمية لا بد لها من دليل صحيح يدل عليها. فقالوا إن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة في مثل هذه المسألة. لكن بعض العلماء قالوا على افتراض، يعني لو سلمنا أن هذا الحديث صحيح، لو قلنا إن هذا الحديث صحيح ولم ننظر إلى هذه العلل التي ذكرت في هذه في هؤلاء الرواة الثلاثة، فهذا محمله تنفيذ الوصية. يعني علي رضي الله تعالى عنه أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عندما يفعل ينفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وتنفيذ وصية القريب، تنفيذ الوصية هذه حق، لكنها ليست مشروعة في حق غيره. يعني ما يأتي إنسان كما قال كثير من العلماء فيضحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا أضحي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ضحى علي، لا. أولا هذا الحديث حديث ضعيف، والأمر الثاني أن عليا كان قد أوصاه النبي موصى من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ليست لغيره، غير علي لم يوصى من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يضحي عنه. يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أوصي أمتي بالتضحية عني، ما ثبتت هذه في حق غير علي رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث أولا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وعلى فرض صحته فهو خاص بعلي رضي الله تعالى عنه في تنفيذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي أوصاه بها. نعم. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم، قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم ابن أكيمة الليثي الجندعي. نعم، هذا الحديث حديث مشهور، حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان لما يترتب على من أراد أن يضحي. حديث يقول من كان له ذبح يذبحه، كثير من الناس يعد هذه الأضحية، يعلفها أو يشتريها قبل الحج ويهتم بشأنها ليذبحها أضحية، لكن هذا هو الأصل. لكن لو لم يكن كذلك وعنده مال يشتري به الأضحية في يوم العيد، هذا أيضا مثله. فمن كان عنده أضحية أعدها أو كانت عنده رغبة وقدرة في أن يضحي، عنده مال، فهذا عليه أن يمسك إذا دخلت العشر عن شعره وأظفاره حتى يضحي. ما معنى الإمساك عن الشعر والأظفار؟ الإمساك يعني عدم التعرض لها، لا يقص شعراً ولا يقلم ظفراً، يحفظها حتى يأتي في يوم العيد.
لماذا هذا؟ هذا مظهر في لدى من ينظر النظرة العجلة، مظهر ليس فيه كبير غناء. الإنسان هنا ليس محرما، قص الظفر وحلق الشعر أو تقصيره ولبس المخيط والطيب، هذه محظورات الإحرام لمن كان محرما. وأما هذا الذي ليس محرما وأراد أن يضحي، يمسك عن هذا. لماذا؟ لا يقص شعره ولا يقلم أظفاره. لماذا؟ لأن هذا يستتم به الأجر في يوم الأضحى، عندما يضحي يستتم به الأجر. بعض العلماء قالوا إن في هذا تشبها بالحاج، أنه يتشبه بالحاج فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، قالوا مشابهة الحاج. العلة ما هي؟ التشبه بالحجاج. لكن هذا الكلام يعني كلام غير دقيق، لأن الحاج يمتنع عن أشياء كثيرة، ليس عن الشعر والأظفار، يمتنع عن الطيب. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما كان يمتنع في أيام العشر عن شيء مما حرم عليه، يعني يتطيب ويأتي أهله، وهذه ممنوعة على الحاج المحرم. إذن العلة ليست هي مشابهة المحرم، وإنما هي استكمال الأجر، كما ورد في الحديث الذي تقدم معنا، الرجل الذي أراد أن يذبح منيحته فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنه إذا أمسك عن شعره وأظفاره وأخذها في يوم العيد استكمل أجره. إذن هذه مطلوب منها، المقصود منها أن يستكمل الإنسان أجره، أن تكون هذه في ميزانه عند الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة الإمساك عن الشعر والأظفار، يعني ألا يأخذ الإنسان من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أراد أن يضحي. من كان له ذبح، ما معنى ذبح؟ يعني ذبيح، فعل بمعنى مفعول، يعني مذبوح. وكما ورد في قصة إسماعيل عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم، يعني كبش يذبح. فمن كان له ذبح، من كان عنده ذبيحة أعدها أو قادر على شرائها وعازم على ذلك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا بلا شك أقل المراتب فيه السنية المؤكدة، أنه سنة مؤكدة أن الإنسان يمسك عن ذلك حتى يستكمل أجره في يوم العيد. لكن بعض العلماء ذهب إلى أنه واجب. من أين أخذوا هذا الوجوب؟ من ظاهر الحديث، فلا يأخذ فليمسك، هذا أمر، والأمر في ظاهره يدل على ماذا؟ كما يقول الأصوليون، إذا تجرد عن القرينة يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب. إذن ما الذي يصرفه عن الوجوب؟ لكن بعض العلماء أو كثير من العلماء يرون أنه ليس بواجب، وإنما هو أمر مستحب، لأن الأضحية قربة، والإمساك هنا عن الشعر والأظفار من أجل الأضحية. فإذا كانت الأضحية هي عند أكثر العلماء ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، فكيف يكون الأمر التابع لها واجبا؟ التابع له علاقة بالمتبوع، فإذا كان المتبوع غير واجب فمن باب أولى أن يكون التابع غير واجب. المهم
أن الإمساك عن الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، الإمساك في هذا سنة مؤكدة، من فعلها له أجر عظيم بلا شك، واتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من الخلاف، يعني خلاف من يقول إنها واجب، من فعل ذلك حتى وإن كان فعله لها بقصد السنة المؤكدة وخرج من الخلاف لأنه أمسك عن شعره وأظفاره. إذن يستحب للإنسان المسلم إذا أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وهذا كشأن كثير من العبادات التي كلفنا بها ولا تظهر لنا فيها حكمة معينة، يعني الأضحية فيها حكمة معينة، شكر الله سبحانه وتعالى، إطعام الفقير، التوسع على الأهل، الإهداء للجيران والأصدقاء، نعم هذه كلها معاني ظاهرة وحكم ظاهرة، لكن الإمساك عن الشعر والأظافر هذا مثله مثل أمور عبادية أخرى كثيرة لا تظهر فيها لنا حكمة، لكن عدم ظهور الحكمة لا يدل على نفيها، لله في كل أمر يكلفنا به حكمة، لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا، عدم ظهورها لنا لا يدل على نفيها، فليس لنا إلا الرضا والتسليم والاستمساك بما شرع لنا والعمل بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الأضحية أو هذا الإمساك، عفوا الإمساك عن الشعر والأظافر في حق من؟ الإنسان قلنا إنه تكفيه الأضحية، تكفي الأضحية الرجل وأهل بيته، طيب كلهم يمسكون؟ لا، الذي يمسك هو صاحب الأضحية، يعني صاحب البيت الذي يشتري الأضحية هو الذي يمسك عن الشعر والأظفار حتى يضحي. لكن في بعض الأحوال لو كان بعض أهل البيت أخوان يقطنان في بيت واحد وفي غالب الأحوال يأكلان سويا ويشتركان في أمور كثيرة، الأضحية هنا تكفي عنهما، تكفي أضحية واحدة عنهما نظرا للاشتراك في المسكن والمأكل في كثير من الأحيان والحاجات المشتركة، فتكفيهم تكفيهما أضحية واحدة، هذه الأضحية يشتركان فيها، هذا يدفع جزءا من ثمنها وذاك يدفع جزءا من ثمنها، فمن كان يدفع جزءا من الثمن، من كان يدفع ثمن الأضحية كله أو جزءا منه، عليه هو أن يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وقت التضحية سيأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى. نعم. باب ما يستحب من الضحايا. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة، حدثني أبو صخر عن أبي قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به، فقال يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحديها بحجر، ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه، وقال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، بل أعظم من ذلك أن هذا الحديث والأحاديث التي تأتي بعده تدل على ضبط الأوصاف التي كانت في الأضحية، وهذا دليل على التأكد، يعني عندما يضبط الراوي الأوصاف هذا دليل على أنه متأكد وعلى أن هذا المروي صحيح. ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبش أقرن،
يطأ في سواد وينظر في سواد. ما معنى يطأ في سواد وينظر في سواد؟ أن وجهه أسود، فعيناه عندما يفتحهما يفتحهما على سواد، سواد خده ووجهه، ويطأ في سواد قوائمه سوداء. هذا وصف، ما أهميته هذا بالنسبة لنا؟ هذا دليل على الضبط، على أن الراوي الذي روى هذا أنه كان متيقنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، بل أعظم من ذلك أنه ينقل لنا أوصاف هذه الذبيحة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح هذه الأضحية. قال: يا عائشة هلم المدية، فجاءته بها فأمره أن أمرها أن تشحذها، أن تسنها على حجر، ففعلت، فأضجع الكبش وذبحه، وقال هذا عن، اللهم تقبله، عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد. هذا الحديث في سنة من السنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة كم سنة؟ 10 سنوات، كان يضحي في كل السنوات. فثبت في أحاديث أخرى ستأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، هذا في مرة أخرى، في رواية في بكبشين أملحين أقرنين، وفي رواية موجوئين، يعني قال العلماء هذا في سنة وهذه في سنة، ضحى بهما النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله دليل على مشروعية التضحية. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن التضحية بالكبش أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يضحي بهذا في سنوات عديدة الكبش. ولماذا هذا الكبش الأقرن؟ لماذا هذا الكبش الموجوء يعني الخصي؟ لماذا هذا الكبش في بعض الروايات الفحل، يعني خصيتاه موفرتان موجودتان، يعني دليل على الكمال، دليل على أن هذا الكبش، يعني لو كما ينظر أهل الزمن الآن إلى مسابقات الجمال في الحيوانات، هذا مكتمل الأوصاف، مكتمل، كبش جميل الصورة، سمين، أقرن، له قرون، كل هذه الأوصاف تدل على أهمية اختيار هذه الأضحية. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، ذكر أن هذه الأضحية عن محمد وآل محمد أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشروع لا غبار عليه، لكن قوله عن أمة محمد، عن أمة محمد، هل يصح التشريك في الأضحية لكل هؤلاء؟ عن الرجل وأهل بيته لا حرج في ذلك، لكن أن يشرك معهم غيرهم من الأمة أو من الأقرباء أو من الأباعد، هذا هو الأمر الذي اختلف فيه العلماء. ورد في الأحاديث الأخرى التي ستأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، وقال في أحدهما عندما أراد أن يذبحه: هذا عن محمد وآل محمد أو أهل بيته، وفي الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا واضح. إذن كيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي معنا أنه ضحى بكبش واحد وجعله عنه وعن أهل بيته وعن أمته؟ قال بعض العلماء إن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له خصائص، إذا كان هذا الأمر لا يشرع في حق غيره وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب،
عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. نعم، هذا النحر الذي ذكره أنس في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام هديه في تلك السنة التي حج فيها 100 من الإبل، جزء منه جاء به من المدينة معه صلى الله عليه وسلم، وجزء جاء به أمير المؤمنين ابن عمه زوج ابنته علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جاء به من اليمن معه، فبلغ هدي النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. وأشرك النبي عليه الصلاة والسلام عليا معه في هديه، نحر بيده الشريفة النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية، وإن كانت هناك روايات أخرى تختلف في العدد، لكن في هذه الرواية في حديث أنس أنه نحر 7 من هذه البدن قائمة. وهذه هي السنة، السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن اليد اليسرى هذه لها علاقة بشرايين الدم وعروقه متصلة بالقلب، فإذا نحرت الدابة وهي قائمة ويدها اليسرى معقولة سقطت، يسهل سقوطها على هذا الجنب الذي تكون يدها فيه معقولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحر 7، هذا في الحج لا علاقة لنا به، هذا ليس هو المقصود بإيراد هذا الحديث. المقصود بإيراد هذا الحديث الضحايا التي ضحى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس يقول وضحى بكبشين أقرنين أملحين. نعم، فضحى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بهذين الكبشين، كما ورد في بعض الروايات كبش جعله عنه وعن أهل بيته، وكبش عمن لم يضحي من أمته. في الرواية الأولى قال عن أمة محمد، لكن هنا قال عمن لم يضحي من أمة محمد. وهؤلاء الذين هم من أمة محمد لا شك أن فيهم الأحياء وفيهم الأموات، فلما جازت تضحية النبي عليه الصلاة والسلام عن من مات من أمته أو من لم يضحي من أمته وفيهم الأموات، دل ذلك على مشروعية التضحية عن الموتى عن الأموات. والأضحية عن الميت هذه قربة من القرب، والميت تجوز الصدقة عنه ويجوز الحج عنه وتجوز العمرة عنه، والأعمال الصالحة تجوز عن الميت بالنيابة، والحج والأضحية لا شك أنها من أفضل أنواع القرب، فإذا كانت عن الميت فهي قربة يقصد بها نفع الميت، هذا مما يؤيد مشروعية التضحية عن الميت، أن الإنسان يضحي عن الميت. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. نعم، هذه هي السنة، هذا يؤكد أنه ضحى بكبشين كما في حديث أنس المتقدم، هنا هذا الحديث يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبحهما؟ يسمي ويكبر. قال كيف يضجعهما؟ قال يضع رجله على صفاحهما، يعني يضع رجله اليسرى
على خد هذه الذبيحة حتى لا تتحرك، حتى يسهل قطع عنقها. وهذا دليل على التأسي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان بعض الناس لا يراعي هذا، هذا أفضل وأكمل الأوضاع للذبح بالنسبة لهذه البهائم، أن يضع رجله الذابح على صفحة هذه الذبيحة حتى لا تتحرك، لأنها إذا تحركت ازداد ألمها، وربما لم يستطع الذابح من أن يتمكن من قطع أوداجها. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى، حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. نعم، هذا حديث جابر أيضا يؤكد هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين أملحين أقرنين موجوئين، يعني الموجوء هو الخصي، وهذا معروف في بهيمة الأنعام أنها هذه ترض الخصية أو تقطع في حال الصغر حتى يطيب لحمها وحتى يكثر شحمها، هذا الموجوء. فهذا ثبت كما في هذا الحديث، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن توجهه لله وإخلاصه لله، لأن الذبح هذا عبادة، هذا الذبح ليس ضيافة ولا للأكل. ولذلك في حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه سيأتي معنا، عندما ذبح أضحيته قبل الصلاة، وهذا ذبح في غير وقت الذبح، وقت ذبح الأضحية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، يعني هذا لحم تأكله أنت وأهله، لكنها ليست أضحية. فالأضحية هذه عبادة، عبادة لا بد أن يتوخى فيها هدي الشرع، والاستجابة لأمر الله، والرغبة فيما عنده، والحرص على الأوصاف والهدي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأضحية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إعلان هذا الأمر، وإن كان الإنسان يستبطنه المسلم في قلبه أن عبادته وأن عمله وأن توجهه لله، لكن إعلان هذا الأمر وإظهاره هذا فيه زيادة تأكيد، وفيه تعليم لمن يسمع ولمن لم يعرف أن هذه عبادة المقصود بها التوجه لطلب رضوان الله سبحانه وتعالى، كما فعل إبراهيم عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام وأمته يضحون تأسياً بهذا الهدي: إن صلاتي ونسكي، النسك الذبيحة هذه التي نذبحها، ومحياي ومماتي. هذه الآية يسميها العلماء آية الوقف. الوقف ما معناه في الإسلام؟ الحبس، يعني حبس العين وتسبيل المنفعة. إنسان يأتي إلى مبنى ويقول: أوقفت هذا لله سبحانه وتعالى، على الفقراء والمساكين، أو للمساجد، أو لقراءة، إلى آخر ما هنالك. هذا حبس، حبس للعين وتسبيل للمنفعة. هذه الآية تدل على الحبس، أن الإنسان محبوس
يعني موقوف لطاعة ربه. إن صلاتي ونسكي ليس هذا الأمر فحسب، بل محياي كل الحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ما بقي شيء، بقي شيء غير الحياة والموت؟ كل الأعمال مركونة ومركوزة ومحفوظة في هذا المقدار، في الحياة وفي الموت. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هل هذا يكفي؟ قال وبذلك أمرت، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أمر لأمته، يجب أيضا أننا نحن نقول هذا الكلام وبذلك أمرنا. وأنا أول المسلمين، أو وأنا من المسلمين، آيتان وردتا كلاهما في كتاب الله، آية وأنا من المسلمين وآية وأنا أول المسلمين، تدل على المبادرة والمسارعة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. نعم، فحيل هذا الكبش الأقرن يعني له قرون كاملة، فحيل يعني غير خصي، خصيتاه غير موجودتين، موجود فحل يعني، ها، وهذا يدل على أنه فعله مرة ضحى بالكبش الموجوع الذي قطعت أو رضت خصيتاه، ها، ومرة ضحى بالكبش الفحيل موفر، كل أعضائه تامة ليس فيها نقص حتى خصيتاه. نعم. باب ما يجوز من السن في الضحايا. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم، هذا شروع في بيان الأسنان التي تصلح للتضحية، هذه هي الأوصاف، شرعنا الآن في بيان أوصاف الأضحية، أضحية من بهيمة الأنعام، لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، يعني لو الإنسان عنده غزال أو عنده زرافة ما يذبحها ويقول أنا أضحي بها، لا، بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، الغنم طبعا يدخل فيها الضأن والماعز، هذه أصناف أربعة، ويلتحق بالبقر الجواميس، جواميس هذه مثل البقر حكمها. قال لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة هي التي بلغت السن التي تصلح معها للتضحية، والمسنة التي يضحى بها من الإبل ما بلغت 5 سنين، أقل الشيء 5 سنوات من الإبل، وهذا يدلنا على الخطأ الذي يرتكبه كثير من الناس، إما جهلا وإما تهاونا من بعض الناس، أنهم يضحون بالصغير من الإبل، ينظرون إلى طيب لحمه، هذا ليس كافيا في الأضحية وليس كافيا في الهدي، الإنسان إذا عليه هدي تمتع أو هدي قران لا ينفعه هذا، لأنه لا بد أن تكون له أوصاف كاملة، لا بد أن يمضي أن تكون قد تمت له 5 سنوات إذا كان من الإبل، وبعض العلماء يقول وشرع في 6 يعني، بعض والبقر أن السن المسنة التي تجزئ في الأضحية من البقر أن تكون لها 2 تمت لها 2، هذه الثنية، والغنم الضأن والماعز الثنية منها، يعني الثنية هي التي أتمت 1
ودخلت في السنة الثانية، هذه مسنة تصلح للأضحية، لكن الغنم يجزئ منها الضأن، يعني يجزئ من الضأن ما اكتمل له 6 أشهر بخلاف الماعز. الماعز لابد أن تكون أكملت سنة وبدأت في السنة الثانية. لماذا الخلاف بين السنة الماضية بين الضأن والماعز؟ لأن هذه الأسنان التي تتغير، أسنان اللبن بالنسبة للضأن وبالنسبة للماعز يختلف وقت سقوطها. في الضأن بعد 6 أشهر تبدأ تسقط، فتنبت بدلا عنها أسنان ثنايا، دخلت يعني أصبح ثنيا، دخل في مرحلة الثني. أما الماعز فهذه تتأخر حتى تتم لها سنة، فلذلك لا بد من مراعاة هذه الأمور. وستأتي هنالك أوصاف أخرى في الضحايا واشتراطات لا بد من معرفتها حتى يستتم للإنسان المسلم أجره إذا أراد التضحية تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع شرعه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح قادتهم، وأن ينصرهم على عدوهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.